اذا كان السيسي بيقول او قال لكم او قال للمصريين كلهم انا ما هتسمعوش كلام حد غيري، انا عارف مشاكل مصر زي ما انا شايفكم كده، او زي ما قال برضو انا مش بتاع سياسة، او زي ما قال برضو يعمل ايه التعليم في وطن ضائع. عبد الناصر قال الجملة بس بتنوعات، يعني المصدر بقى بتاع الجملة دي ايه بقى؟ الاستاذ ابراهيم بيوم مدكور. عارفين مين ابراهيم بيوم مدكور؟ بتاع مجمع اللغة العربية. ابراهيم بيوم مدكور ده كان بره لما وقع انقلاب يوليو، وبعدين جابوه عملوه وزير شؤون قروية تقريبا وحاجات من دي. الراجل ده كان كاتب كتب عن الأسرة والتكوين الأسري، وراجل يعني بص خشوا كده على جوجل اكتبوا ابراهيم بيوم مدكور، حاجة يعني عالم من اعلام الثقافة في مصر. الراجل بيقول بالنص كده، بالنص على عبد الناصر، وهذا رجل ثقة ثقة، ده مش واحد من اللي بيهبدوا على اليوتيوب والحاجات دي. بيقول بالنص ايه؟ نعم كان يسود مناخ من عدم الثقة بين الثورة واهل الخبرة، بل انني سمعت باذني جمال عبد الناصر يقول، بيقول بل انني سمعت باذني ابراهيم بيومي مدكور. مش كده يعني، لا مش الهبيدة بتوع ده يا جماعة، رئيس مجمع اللغة العربية ومجمع الخالدين، وراجل يعني من قبل بقى انقلاب يوليو، هم اللي بعتوله، هم اللي بعتوله، وهو قال لهم هتبعتولي انا ما بحبش اشتغل مستشار عند حد، ياخد برأيه وما ياخدش برأيي، انا هتبعتولي ابقى وزير، فعملوه وزير باشا. بيقولي بقى سمعت بأذني عبد الناصر يقول ان الاقتصاديين يقولون كذا وانا اقول كذا، لا اخذ بكلام هؤلاء الاقتصاديين، انا ايضا اعرف في الاقتصاد. يا سنة سوخي، ده احنا ما رحناش في ده يعني من قريب، ده طلع المرض عندهم من 70 سنة. بيقول ابراهيم بيومي مدكور، بيقول بالنص الاقتصاديين بيقعدوا يقولوا كذا وكذا وكذا وكذا، وانا بقول لهم كذا وكذا وكذا، وما باخدش بكلام الاقتصاديين، انا كمان بفهم في الاقتصاد. عشان كده النتيجة ايه؟ النتيجة انك خدت بلد كانت كان الاوروبيين بيهاجروا ليها، بيعملوا لجوء ليها، كانت افريقيا، اوغندا كانت عايزه تتضم للتاج المصري، حضرتك خدتها لبستها في الحيطه، نزلتها البلاعه. يا نهار اسود، بيقول لك يا جماعه اصل لو واحد بيقول الكلام ده ممرور من عبد الناصر، او واحد يعني سكند هاند او يعني فرز تاني، اقول لك قد يكون، ما انا ما صدقش، انا ما صدقش كتير مصطفى امين اوكي، لكن لما يكلم ابراهيم بيومي او ابراهيم بيوم مدكور، ادخلوا بعد البث دوروا على مين الراجل ده، حاجه يعني عالم. لقد سمعت باذني عبد الناصر يقول الاقتصاديين بيقولوا كذا وكذا وكذا، وانا بقول لهم كذا وكذا، وما باخدش راي الاقتصاديين، انا برضو بعرف في الاقتصاد. شكرا، نورت المحكمة يا استاذ اوراني.